ضيفتي النهاردة في 90 دقيقة صحفية مصرية يثار بشأنها الجدل في الأوساط الصحفية المصرية وفي نقابة الصحفيين هذه الأيام بسبب زي ما انتوا سمعتوا أو يمكن قريتوا في الجرائد أو يمكن تابعتوا في التوك شو والتغطيات الإعلامية المختلفة بسبب استقبالها للسفير الإسرائيلي في مكتبها في مؤسسة الأهرام في وسط القاهرة. برحب بالدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية. أهلا بك دكتورة هالة. أهلا بك يا أستاذ معتز. شكرا لوجودك معايا في 90 دي. أنا عارف أن أنت اليومين دول محل طلب من جميع البرامج التوك شو. بس ما فيش حد عز منك. ربنا يخليك يا هالة. شكرا أوي. طيب تعالي ندخل في الموضوع على طول. نمرة واحد, وضعك الحالي إيه بالنسبة للتحقيق سواء داخل مؤسسة الأهرام او داخل نقابة الصحفيين؟ انا عارف ان انت كنت مطلوبه للتحقيق الثلاث اللي هو امبارح. تمام. هل رحتي وقعدتي قدام لجنه التحقيق؟ لا, انا قلت ان انا هروح طبعا اي وقت هيتم استدعائي للتحقيق في نقابة الصحفيين طبعا لازم هحضر. بس اللي حصل انه ما تمش الاستدعاء, واللي حصل ان هم عقدوا اجتماع وقرروا ان ده يكون يوم 10 اكتوبر. فاتاجل المساله اتاجلت. انما انت ان شاء الله انا بروح عملي عادي جدا, مفيش حاجه. بتروحي شغلك طبعا. طبيعي جدا. تمام. هو حياتي طبيعيه خالص خالص خالص. تمام. في قرارات خدها مجلس اداره الاهرام باحالتك نمره واحد للتحقيق, اتنين منع دخول اي اسرائيلي لمباني المؤسسه من الان فصاعدا. تمام. من بعد وقعه استقبالك لشالوم كوهين, ومنع إجراء أي دراسات مع باحثين إسرائيليين. أربعة, وده لفت نظري قوي القرار ده لأني عايز أتكلم معاكي فيه, وهي التفرقة ما بين الأراء السياسية الشخصية للدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة وموقفه من المواضيع دي بصفته الوظيفية. فعايزك تقولي رأيك في القرارات دي. يعني هو بصراحة طبعا أنا موقفي حساس شوية أن أنا أعلق على قرار لمجلس إدارة الأهرام. رئيس مجلس الإدارة يرى ما يراه ويتخذ من القرارات ما يشاء بصفته الوظيفية. لكن أنا أولا بالنسبة للتحقيق معايا في الأهرام ده, دي مسألة غير قانونية, لأنه هيك تعرف أنه قانون لا يسري بأثر رجعي, فما بالك بقرار إداري. يعني منع دخول الإسرائيليين مؤسسة الأهرام ده لسه ده قرار طالع دلوقتي بعد هذه الزيارة. وبالتالي فأنا يعني ما فيش أي لوم علي بالنسبة لمؤسسة الأهرام, خاصة أن أنا قلت قبل كده أكتر من مرة أنه هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها السفير الإسرائيلي مؤسسة الأهرام, وليست المرة الأولى التي يدخل فيها إسرائيليون كثيرون جدا إلى مؤسسة الأهرام, وأسماء كثيرة وفي زيارات, ويعني يعني دي مش سابقة أولى من نوعها. يعني هي ضجة كبيرة قوي. لكن هي مش سابقة أولى من نوعها. يعني دكتورة هالة, حضرتك تقصدي تقولي لي إنك عايزة تقولي ببساطة كده, ما تروحوا تشوفوا الناس اللي قابلت إسرائيليين قبلية, ليه ما طبقتوش عليهم نفس المعيار وحققتوا معاهم, ولا أنتوا بتكيلوا بمكيالين عندكم ازدواجية؟ هو ده اللي عايزة تقوليه؟ لا, أنا عايزة أقول حاجة يعني تتجاوز ده. يعني هو دلوقتي قالوا أنه في هيبقى تحويل للتحقيق في النقابة, وأنا وافقت عليه وقلت طبعا هروح وحمتثل, وأي قرار هتتخذه النقابة أو مجلس النقابة طبعا أنا هنفذه يعني من غير مشاكل. فأنا عايزة أنحي ده شوية جانبه, ومش عايزة أقول أنه في ناس تانية قلنا ده. أنا عايزة أقول أنه هذه القضية أكبر وأعمق بكثير جدا من إن هي تعالج بشكل إداري صغير, ولا بحكاية إنه طب إحنا كلنا في مركب واحد, إحنا كلنا بنعمل كده, ده مش أنا لوحدي. يعني دي مسائل أنا أعتقد تفصيلية وأصغر بكثير جدا من القضية. القضية الحقيقية اللي قدامنا هي قضية سياسية بالفعل مهمة وكبيرة, وهي يعني محل جدل كبير قوي في مصر النهاردة. إحنا إزاء منهجين, اللي هي قضية التطبيع. مش يعني برضو مش مسألة التطبيع, أصلا مفيش حاجة كده على إطلاق اسمها التطبيع والله. وأنا بعد ما استمعت بقى لحاجات كثيرة جدا الفترة فاتت, أنا ما بقيتش عارفة هو التطبيع ده تعريفه إيه. يعني أنا بصيت في أرشيف الأهرام ولقيت يعني في أحاديث كثيرة جدا لمسؤولين إسرائيليين, يعني فيهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي, في شيمون بيريز هو رئيس الدولة, ونزلوا باسم الصحفي المصري عليها وصفحتين كاملين في جريدة الأهرام, وده يعني قريب جدا. يعني ده ترى يتسمى تطبيع ولا ما تسماش؟ أنا مش عارفة. من يومين بس أو ثلاثة شفت في جريدة العربي الناصري
حوار على صفحة كاملة كبيرة جدا للسفير الإسرائيلي شالوم كوهين اللي هو صارت عليه هذه المشكلة بسبب زيارته ليا في المكتب. كل الحكاية أن الصحفيين دول المرة دي مش كاتبين أساميهم. فيعني عايز أقول إيه، أنه إحنا ليه ما بنناقش قضايانا بشكل صريح وبنواجهها؟ هل بقى العربي الناصري مارسة التطبيع؟ هل الصحفيين دول بيمارسوا التطبيع؟ وبعدين ليه خافوا ما كتبوش أسمائهم؟ يعني بص يا أستاذ معتز، أنا في مشكلتين في الحكاية دي. إن إحنا اعتدنا بقى في الثقافة المصرية أو العربية أو الثقافة السياسية السائدة للأسف لفترة طويلة، إن إحنا يعني إيه لا نعلن ما نبطنه، أو نفكر بطريقة ونتصرف بطريقة، إنما قدام الناس لازم نقول حاجة تانية. ودي مسألة، دي يعني في ازدواجية في الثقافة المصرية أو الثقافة السياسية بقت فعلا خطيرة جدا. ويعني أعتقد إذا كانت بتمس شرائح معينة من المجتمع صعب قوي تبقى كمان النخبة المفكرة أو المثقفة بتتصرف بنفس الطريقة. ما حدش قالك يا دكتورة هالة إن ربما يكون مربط الفرس في المسألة دي كلها إنك أنت باستقبالك لشالوم كوهين في المكتب اتحديتي الحس البسيط بتاع الرجل الشارع العادي؟ بص يا أستاذ معتز، هو الفكرة اللي أنا بقولها في البداية إنه هل وظيفة المثقف أو الباحث أو المفكر، ومعلش حضرتك تسمح لي بس إن أنا أصحح، أنا ما بمارسش الصحافة اليومية، يعني أنا يمكن مالي يعني ماليش اختلاط كمان بالمجتمع الصحفي، مش التحقيقات يعني انا دخلت والمقابلات الصحفيه، انت اكاديميه اكتر منك، ممكن يبقى لي حريه تفكير اعلى بحكم طبيعه مهنتي وبحكم سفري الخارج كتير وبحكم ان انا اشتراكي في مؤتمرات كثيره، بحكم مزبوط. ان انا بشارك في اعمال بحثيه واكاديميه وبتصدر كتب مثلا جماعيه بيبقى بيني وبين باحثين اخرين، فممكن ربما اكون بفكر بشكل حر اكتر، انا اعترف بده. بس كمان عايز اقول حاجه، في الوقت نفسه انت عضو نقابه الصحفيين المصريين طبعا، لان المركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه في الاهرام اللي انا التحقت بيه اول ما اتخرجت هو في مؤسسه صحفيه، لو ما كانش في مؤسسه صحفيه كان ممكن يمكن ما كانوش ضمونا لنقابه الصحفيين، مؤسسه بحثيه مستقله ممكن جدا ممكن جدا، لانه في مراكز بحثيه كتير مش اعضاء في نقابه الصحفيين. تمام. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها ايه، انه هل مثلا قادة الرأي يعني من إعلاميين وأكاديميين ومثقفين وأدباء وفنانين وسينمائيين وكل الناس اللي بيدخلوا في النخبة دي، هل مهمتهم فقط اللعب على مشاعر الرأي العام، ولا مهمتهم تنوير وتغيير الواقع الموجود؟ يعني احنا زي مدرستين في التفكير، يعني حضرتك مثلا مع اعلام حر مفتوح انك تقدر حتى احيانا تصدم الناس عشان عايز تغير واقع سلبي انت شايفه، او انت اذا مدرسه اعلاميه تقليديه ان انت مجرد مرآة عكسة للواقع بكل سلبياته بس انت ما تتدخلش وما تغيروش، تلعب عليه طول الوقت. قضيه مهمه قوي اللي بتطرحيها دلوقتي، مهمه قوي، حضرتك اعلامي كبير وعارف، بس الاجابه عليها مش بنعم او لا، دي قضيه بالغه التعقيد وليها عناصر كتيره جدا. تمام. وداخله في مساله في لب نقول ايه الشعور الجواني قوي بتاع كراهيه او صراع بقاله اكتر من 60 سنه مع ناس اغتصبت الارض وما الى ذلك. انا مش عايز اصدر اي احكام بس عايز افهم منك طبيعه اللقاء، انت استقبلتيه في مكتبك ليه؟ لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اولا استقبالي ليه او مقابلتي لاي اسرائيلي زي كثير جدا من الزملاء، على فكره كل الاسماء اللي احنا بنذكرهم وبما فيهم الدكتور عبد المنعم سعيد الى اخره، يعني كل دول برضو كانوا مبادرين ان هم عايزين يعملوا حاجه فيها تغيير، واكيد للصالح الوطني ولصالح مصر ولصالح السياسه الخارجيه المصريه ولصالح القضيه الفلسطينيه. ما حدش بيعمل حاجه زي كده علشان هو ضد بلده وضد القضايا العربيه اطلاقا، هو عنده منهج مختلف. مظبوط. فانا عايز اقول انه مقابلتي ليه انا او غيري ولأي حد إسرائيلي، هذا لا يعني أن أنا بتبنى سياساته، يعني هو دلوقتي الفلسطينيين لما بيقعدوا مع الإسرائيليين معنى كده أن هم موافقين على سياساتهم، ولا بيبقى ده وسيلة للنقاش والحوار والوصول إلى حلول وسط؟ أنت عندك مناهج تانية أو في ترند أو اتجاهات أو قوة أخرى بتمارس المقاطعة وبتمارس المقاومة وبترفع السلاح وبتعمل كل ده، عندك ده مزبوط. طب كمان لازم يكون عندك مدارس تانية تعرف أن هي كمان تواجه اتصال الحجة مختلفة. بالحجة تقدر تتكلم، تقدر تناقش دوت. طب ليه ما قابلتيهوش يا دكتورة هالة بره مكتبك، يعني في مكان ما؟ لا 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 يا أستاذ معتز، حضرتك مهن